رمضان كريم، لو زعلان من حد سامحه، واللي مخصمك روح له صالحه، لو كان جرحك او انت جرحه ربك غفور رحيم. رمضان كريم. الله اكرم. وعشان الشهر الكريم، لو زعلتك بقصد او من غير قصد سامحني، وانا ربنا شاهد اني مسامحك وبحبك في الله. ابعت الرسالة دي لكل واحد بتحبه في الله، حتى لو انا واحد منهم. ورمضان كريم. رمضان بيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عود العصيرة ان شاء الله، تمنى يعجبكم يا ربي ويكونوا عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. اليوم ان شاء الله باذن ربي غادي نعملوا جوج العصيرات، واحد ديال الجزر والمانجو وشويه ديال العصير ديال الليمون، وجوج مغرفات السكر ما كنعملش بزاف، والعصير ديال البرتقال باللتين. وهذا غادي نعملو ديال اللينغاس بوعويت، ها هما عندي هنا اربعه مقشرين ومنقيين، ها هما فين هما. عندي النص ديال البطيخه، البطيخ اللي بغى يكون عندي النص مقطع ومقشر ومقطع عاود هيدا طريفات. وغنعملو مع لتر عاود ديال عصير الليمون، عصير الليمون مع هادو، وغنعمل نقيطه هنا ونقيطه هنا في هذا الكويس هذا الليمون ان شاء الله. وبسم الله نمشيو لطريقه التحضير ونوريهم لكم اسهل ما يمكن وصحيا. السكر انا قلت لكم السكر هنا كنعمل جوج مغرفات، وفي البطيخ عاود جوج مغرفات. اللي كيبغي السكر بزاف يزيد السكر اللي بغى، اللي ما بغاش يعملهم من احسن. انا قلت لكم هذا الشيء كله صحي، اللي كنشوفوه واللي عطانا ربي ناكلو ونتمتعوا فيه كامل صحي، ولكن خصنا كيفاش نستعمله. بحال دابا هذا الشيء كويس، الله يجعل بركة في الفطور وفي السحور كاع، مزيانين ما فيهم حتى شي حاجه. الماكلات اخرى نقلوا منهم، نقيسوا من كل شيء بالحق قليل، ما ننتقلوش. ونتمنى على الله تعالى وسبحانه يعجبكم. ودابا نمشيو لطريقه التحضير، نتوما كتعرفوها غير كنطحنوهم. المهم انا اللي عليا كنقول لكم، وانتوما نتمنى يا ربي يتقبلوا، واللي ما قبلش اللي سمح لي، وانا هذا جهدي عليكم. كنصح بحال حيت انا بيدي داكشي ديال السكر راه دخل فيا، والله يشافينا وشافي جموع المسلمين. كنحاولوا يا ربي نقصوا هيدا هيدا والسلام، يا ربي تهدينا وصافي. وان شاء الله يا ربي. وما تنساونيش الا عجبكم الفيديو بارطاجيو مع صحاباتكم وحبابكم وجيرانكم، وشجعونا. ونتمنى على الله تعالى وتبارك يوفقكم ويوفقنا ويوفق جميع الامه ديال مولاي محمد ان شاء الله. وما ننتقلش عليكم اكثر، نمشي من طريقه التحضير. حبايبي غنبداو بهذا ديال الجزر ان شاء الله يا ربي. غنكبو، انا عندي شويه هنا محكوك وبقيت كنحك، قلت غادي نطحنا علاش غنبقى نحك. هادشي باش كنبقاو نوجدو من قبل ونحيدو، راه الا بقينا كنقشرو ونحكو ونعدلو كلشي هنايا في هاد الكاميرا راه ما نساليوش. نتمنى على ربي ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو، ما تقنطوشي من هنا. غنعمل غير شويه د المانجو معاه هيدا، حيت ما كيتسعليش كلشي الصراحه. وغنعمل شويه ديال العصير، وغنمشي نطحنو مزيان، عاد نطحن الباقي ونخلط، وديك الساعه نوريه لكم ان شاء الله يا ربي. وهاد الكاس ديال الحامض غادي نعملو هنايا كامل هكذا. والسكر انا قلت لكم السكر غنعمل جوج مغرفات، ما غنزيدش كثر حيت المانجو حلو. ها واحد ها جوج، بالحق هادشي كيبقى لي لكم، الا عجبكم تزيدو زيدو. بالحق انا كنقول لكم نصيحه، ما تزيدوش بزاف باش يبقى مزيان وتقدروا تشربوه وتعاودوا ان شاء الله. حبايبي ها هو العصير ديالي ديال المانجو واللتشين. دابا الوقت هنايا ديال المانجو، الوقت ديال المانجو والله الا واحد الكاخه 3 الكيلو 2 الاورو 2000 فرنك 20 درهم، كتحمق كيحمق وبنين ولديك غزال عليها. قلنا ودابا يا بروبيتشارو ملي رخيص رخيص، ام بروبيتشارو جانا مع رمضان غزال، ارانا بروبيتشارو نعملو الجعدة ماشي دايما مع الخوخ، دايما مع حاجات اخرين. ودابا عملناها ان شاء الله هيدا كتجي غزالة. وانتوما العصير دلتشين اللي بغيتو، بغيتو تخليوه هيدا تقيقل، بغيتو تخفوه. انا الصراحة بقى غنخفو شويش، عملت لترو وشفت دابا جاني بحالي تقيقل شوية، غنزيد واحد نص لترو اخر باش كيجي معوض.
ما خفيف ما ثقيل. نتوما الا بغيتو تخليوه هيدا حتى هو غزال، ها نتوما كتشوفوا السكر على حسب نتوما قلتكم كيفاش كيجي غزال. دابا غادي نمشيو نعملو البطيخ ودبعويد ان شاء الله يا ربي يعجبكم حبايب. ودابا ان شاء الله غنعملو دبعويد لينغاس ولا والبطيخ لينغاس ولا بعويد، نتوما كتقول الناس الداخل كيقولوا بعويد، حنا كنقولوا لينغاس ها هو فين هو. والبطيخ بحال اللي كنقول لكم رانا ما كيتساعليش في هاد الغريره في كلشي، غنعمل واحد جوج مغرفات ديال السكر. نسيت ما قلت لكم شي، رانا كنعمل نقيطه بينيه هنايا ونقيطه دائما كنعملو في العصير. وإذا بغيتو تعملو السكر بينيه عملو السكر بينيه، انا ملي كتكون عندي كنعملو، ملي كتكونش عندي كنعمل هادي، دائما كنعملو في العصير وكننسى نقولها لكم. نشبرو العصير ديالنا نكبوه هكذا وغادي نمشي نطحنو ان شاء الله، عاد كنكمل الكميه هادي عاودو نطحنو ان شاء الله يا ربي يعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. وشتو كيف ساهلين هادو، جيبو غير الفروطه طبيعيه وطحنوها بالعصيرات وكيجيو كيحمقو وبنانين ومنعشين. ماشي ضروري رمضان، في اي وقت في اي وقت العصيرات بحال هيدا مزيانين، اي وقت الفروطه الوقت كل الوقت اللي فيه مثلا التفاح اللي نقص البنان العنب اللي بغيتو نقيو وعدلو طحنو وشربو، كلشي عطاه لنا ربي ناكلوه ناكلوه ولكن بالاحتياط حبايبي. بسم الله ما شاء الله، ها هو ديال بعويد والبطيخ، ها هو البطيخ اللي بغى يكون حمار يكون صفار يكون خضار الكولور اللي بغيتو، المهم البطيخ. وبعويد حتى هما كيجيو المذاق ديالو مع بعضيتهم كيحمقو نقيطه بينيه والليمون كيجيو الحمضه حامض الناس الداخل عاود كيقولوا الحامض هو اللي تشين، حنا كنقولوا في الشمال اللي تشين. وقبلوا علينا وصافي يا وليداتي الله يرضى عليكم. ها هو العصير ديالي، نتمنى يا ربي يعجبكم، الطريقه سهله وصحية 100%، ويا رب يا رب يوصل لكم هادشي ويعجبكم وتقبلوا مني النصيحه. وسمحوا لي انا كنقول اللي عليا، وان شاء الله يا ربي يعجبكم. وملي نعملوا في سينيه التقديم نوريه لكم، وما تنساونيش وشجعوا لي الجاره ديالي صاحبتي سميه الموندو دي سومي، عند الحاجه تحت هما هي مسكينه عاد بدات عند الحاجه تحت هما ما شاء الله عليها، وهي حدقه تبارك الله بصح غير شويه تعطيوها الفرصه وعطيونا الفرصه كاملين اللي بداو اللي قديم واللي كلشي عطيونا الفرصه نزيدو نخرجوا اللي عندنا ونوريكم اللي ما كيعرفش وكلشي كيعرف تبارك الله. عيش انه الانسان كيشجع بعطيتو وما تبخلوش علينا بالجيم والاشتراك معايا ومع كلشي مع كلشي، نطلبوا الخير لنا وللمسلمين كاملين يا ربي العالمين. ونتمنى يا ربي يعجبكم وتساعدونا وتشجعونا ان شاء الله. ودابا نمشي نعملو في الصينيه ورجعنا عندكم ان شاء الله. حبايبي ها شكل النهائي للعصيرات ديالي ديال الجزر والعصير ديال التشين والمانجو، ها هو ديال البطيخ ودبعويد، ها هو ديال اللينغاس. نتمنى يا ربي يعجبكم يكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي ويعجبكم. جربوه منعش وغزال ولذيذ وصحي 100% كنقولها لكم، ما تكثروش في السكر. ونتمنى على الله تعالى وسبحانه يعجبكم يكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله، وتشربوه بالصحه والعافيه الا جربتوه. انا تحت الامر، قولوا لي اللي بغيتو انا راضيه عليكم، قولوا لي وبيكم اللي بغيتو تقولوا لي انا مستعده لكل شيء اللي عجبو اللي ما عجبوش. الاذواق عندها بحر، كل واحد شنو كيعجبو، اللي ما كيعجبوش البطيخ واللي ما كيعجبوش هادشي عاود ما تحكمش عليه. والله تعالى وسبحانه يتاوينا ويخاوينا ويحيي الشياطين بيناتنا المسلمين كاملين ان شاء الله، ويرزقكم ربي بالصحه والعافيه. واللي عجبو يبارطاجي مع صحاباتو ومع جيرانو ويشجعونا، وما تنساوش تعملوا الجرس باش يوصل لكم كل شيء جديد ديالي اللي كنعمل. وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله يا سيدي ربي ويعجبكم، وتعودوا لي كتبوا لي وعودوا لي عليه ان شاء الله يا ربي. ورمضان سعيد ان شاء الله يا ربي بالصحه والعافيه. ونبيسيتون الحبايب كاملين كاملين، وبشهوات ام سليمه اللي ما جات، نتمنى يا ربي تكونوا سعداء ومزيانين فرحانين وراضيين
وكاملين بالصحة والعافية إن شاء الله، ونبيسون الحبايب كاملين إن شاء الله يا رب.